برحب بكل السادة الحضور اللي شرفنا بهم في محافظة البحر الأحمر وفي مدينة الغردقة لإقامة هذه البطولة السنوية. اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية للسيد رئيس الاتحاد الدولي. أنا قابلته السنة اللي فاتت وأنا سعيد إن أنا شفته هنا السنة دي مرة أخرى. ومجموعة اللاعبين أنا يمكن فاكرهم لأن حضرت البطولة السنة اللي فاتت، بتمنى لهم جميعا التوفيق. أشكر كل القائمين على تنظيم هذه البطولة، فهي تعطي رسالة محبة وسلام لكل دول العالم. عندما يأتي لاعبين من 20 دولة من شتى بقاع العالم هنا في مصر في محافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة كي يتنافسوا المنافسة الشريفة ليرسلوا رسالة للعالم أن الرياضة تجمع الشعوب، الرياضة تنمي الإخاء لكل شعوب الأرض. أقول للجميع أهلا بكم، تمنياتي بالتوفيق، واسمحوا لي أن أتقدم بالتحية إلى المؤسسة العريقة أخبار اليوم على تنظيمها لهذه البطولة سنويا، وأرحب أيضا بالسادة رؤساء الاتحادات الذين شرفنا بهم اليوم. أرحب بكل السادة الحضور، تمنياتي بالتوفيق، ودائما على أرض محافظة البحر الأحمر على أرض مدينة الغردقة الجميلة تقام البطولات العالمية لكي يشاهدها العالم، ونثبت للجميع أن أرض مصر هي أرض المحبة، أرض السلام، هذه الأرض الطيبة التي حظيت بقدوم الأنبياء إليها، هذه الأرض هي أرض الأمان، هي أرض السلام والمحبة. أهلا بكم في أرض السلام والمحبة، كل عام وأنتم بخير، تمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.